مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم هو اليونت الأول راوند أب، الدرس المخصص للمراجعة، كاتب لي كذلك ريفيجن المراجعة. احنا تعودنا بالمراحل السابقة انه الدرس التاسع كان مدرس مخصص للمراجعة، اما بالرابع الإعدادي فالدرس العاشر او الدرس اللي بعد الدرس التاسع هو الدرس المخصص للمراجعة. نراجع بكل المواضيع اللي أخذناها من خلال هذا اليونت، اليونت الأول. أما بالمراحل السابقة تعودنا أن بنهاية اليونت موجودة قصة أدبية أو قصة بشكل عام. بالثاني متوسط إذا تذكرون كانت جادو جوني، بالثالث متوسط كانت عندنا قصة كريم كرم إلى آخره. أما بالرابع الإعدادي ما موجودات قصص، موجودات فقط فقرة مخصصة للأدب موجودة بنهاية كتاب الطالب، راح نخصص لها إن شاء الله فيديوهات بالأيام القادمة. شوفوا هنا طلاب، بالبداية شي يقول لي here are some of the things you practiced in unit 1، ها هي بعض الأمور التي تدربت عليها في اليونت الأول، يعني المواضيع اللي أخذتها خلال هذا اليونت، اليونت الأول. discuss each item with a partner، حاول أنه تناقش هذه من الأمور مع زميلك. take it turns to give the another example، هو منطيك أمثلة، يقول لك حاول تسوي لي أمثلة إضافية. لحد الآن هو مجرد يريد يرجع للمواضيع السابقة اللي أخذناها خلال اليونت الأول. فهنا عندنا الموضوع الأول using the present simple to talk about routine and facts، استخدام المضارع البسيط للتحدث عن الأحداث الروتينية والفاكتس الحقائق. شرحنا بدروس سابقة أنه المضارع البسيط يتم أو يستخدم للتعبير عن أحداث روتينية متكررة أو عن حقائق علمية. هو منطيني مجموعة من الأمثلة. I always arrive on time for the class، أنا دائما أصل في الوقت المحدد للصف. always دائما هذا حدث روتيني، أنا دائما أوصل بالوقت المناسب للدرس أو للصف. we don't have classes on Friday، نحن لا نملك أو ليس لدينا دروس في أيام الجمعة. هذه حقيقة، حقيقة ثابتة أنه إحنا المدارس الجامعات لا يمكن أن تأخذ دروس في هذه الأيام اللي هي أيام الجمعة. إذن استخدام ينطان للمضارع البسيط، استخدام الأحداث الروتينية أو استخدام الحقائق. الموضوع الثاني using the present continuous، استخدامات أو استخدام المضارع المستمر. شوفوا طلاب، كذلك احنا شرحنا بشكل مفصل بالدروس السابقة المضارع المستمر يستخدم للتعبير عن نوايا أو خطط مستقبلية، يستخدم للتعبير عن التغيرات، يستخدم للتعبير عن أحداث تحدث الآن. كذلك هو منطينا أمثلة. He is buying a plane tickets to Canada online، هو يشتري plane tickets تذاكر طيران to Canada online، إلى كندا لكي يسافر إلى كندا online على الإنترنت. هذا حدث يحدث الآن. The number of people studying Arabic is going up، عدد الناس الذين يدرسون اللغة العربية يتزايد، هذه تعتبر من التغيرات. the cost of traveling to UK is falling، تكلفة السفر إلى المملكة المتحدة تهبط، كذلك هذه تعتبر من التغيرات. we are starting French lessons next term، سوف نبدأ بدروس اللغة الفرنسية في الفصل القادم، كذلك هذا تستخدم للتعبير عن خطط مستقبلية، أنه في الفصل القادم في الكورس القادم سوف نقوم بدراسة اللغة الفرنسية. كذلك أخذنا موضوع أو التعبير عن talking about how you learn English، التعبير أو التحدث عن كيف نتعلم اللغة الإنجليزية. اليونت الأول الدرس الأول إذا تذكرون أعطاني مجموعة من الأشياء أو مجموعة من الطرق لتعلم أي لغة، سواء كانت اللغة الإنجليزية أو باقي اللغات. إذا تذكرون هنا شو يقول هذا الولد اللي بالصورة، I practice listening every day، أنا أتدرب على الاستماع كل يوم. هذا كطالب يطور مهارة الاستماع عن طريق الاستماع إلى المقاطع الصوتية. I play computer games in English، أنا ألعب حاسوب باللغة الإنجليزية. إذا تذكرون بالدرس الأول Self Access Center، I go to the Self Access Center، أنا أذهب لمركز التعلم الذاتي. I write on my learning diary، أنا أكتب في مذكرة التعلم إلى آخره. هذان الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية. giving opinions and agreeing and disagreeing، إعطاء الآراء والموافقة على هذه الآراء أو الاختلاف معها. أخذناها على شكل توصيل، عبارة عن تمرين شكل توصيل. مثلا واحد يقول I'd love to learn Japanese، أنا أرغب بتعلم اللغة اليابانية. فإذا توافق الرأي تقول so would I، كذلك أنا أود أن أتعلم اللغة اليابانية. I love mangas and animals، أنا أحب الحيوانات والمانجا. أو إذا تريد ما توافق تقول I wouldn't، أنا لا أوافق أو لا أوافقك الرأي. It's too difficult، إنها لغة صعبة جدا.
التعبير عن الأشياء أو الآراء والإجابة على هذه الآراء بالموافقة أو بالرفض. Using adjectives ending in ed and ing. استخدام الصفات المنتهية بed والصفات المنتهية بing. شرحناها بشكل مفصل شلون اختار الصفة المنتهية بed، شلون اختار الصفة المنتهية بing، شنو معنى الصفة المنتهية بed، شنو معنى الصفة المنتهية بing. إذا تذكرون قلنا مثلا I am very interested in British culture، أنا مهتم بالثقافة البريطانية. الصفة المنتهية بed تعبر عن شعور الشخص، أما الصفة المنتهية بing تعبر عن ذلك أو سبب ذلك الشعور. على سبيل المثال the extra activities are really interesting، الـ extra activities النشاطات الإضافية ممتعة مثيرة للاهتمام. سبب إثارة الاهتمام عندي أن التمارين الإضافية هي مثيرة للاهتمام، الing تعبر عن سبب ذلك الشعور. شرحناها بشكل مفصل مع موضوع الed أو الصفات المنتهية بed وing. كذلك asking for information and giving directions، السؤال عن المعلومات أو إعطاء الاتجاهات. إذا تذكرون أخذنا أو راجعنا بشكل تمرين left right straight، يمينا يسارا مستقيم إلى آخره. هذين الأشياء أو الكلمات أو العبارات اللي نستخدمهن للسؤال عن الاتجاهات أو إعطاء الاتجاهات. فهو مطلني مثال could you tell me where the self accent center is، هل يمكنك أن تخبرني أين هو مركز التعلم الذاتي؟ فجاوب of course go straight، اطلع اذهب مستقيما، turn left استدر يسارا، go past the canteen، قم باجتياز الكانتين الكافتيريا إلى آخره. هذا مجرد راجع لموضوع الاتجاهات اللي أخذناه كذلك في الدروس السابقة بشرح مفصل. greeting and taking interests، greeting التحية and taking interest أو الاهتمام بالتحايا. أنا لما ألتقي بشخص معين شلون ألقي عليه التحية، سواء هذا الشخص أنا أعرفه أو ما أعرفه، أو شلون أرد هاي التحية لشخص ألقي عليه التحية. مثلا أقول هاي مرحبا I am مهدي I am طاها، إذا أرد أقدم نفسي أو هلو كذلك معناها مرحبا I am أنا please to meet you سررت بلقائك. شرحنا بشكل مفصل بالدروس السابقة بتمرين أحد التمارين شلون نلقي التحايا، شلون نلتقي بشخص معين، شلون أقدم نفسي، شلون نرحب به إلى آخره. هذا اللي أخذناه خلال هذا اليونت الأول. لحد الآن ما عندي فشي مهم من الممكن يجيني بالامتحان التحريري من هذا النشاط، مجرد أريد راجع لي الأشياء اللي أخذتها خلال هذا اليونت الأول. ننتقل إلى كتاب النشاط. أغلب تمارين كتاب النشاط اللي متعلقة بهذا الدرس تمارين مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. فقلمك بإيدك وحاول تحل وياي من الأمور اللي راح نحلها. أولا هذا التمرين تمرين أي، تمرين قبل ما أبلش بيه سجل عليه تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. أولا طبعا مثل ما متعودين سؤال إسقاطات، أسقط الكلمة بالفراغ المناسب. سؤال الإسقاطات يعتمد بشكل أساسي على معاني هاي الكلمات، فحاول تترجم وياي الكلمات اللي راح نترجمها. بورو معناها يستعير، حاول تسجل وياي المعلومات. كليك معناها ينقر. انتربتر معناها مترجم شفوي. ليرنينج دايري مفكرة تعلم، أخذناها بالدرس الأول إذا تذكروها كلمة ليرنينج دايري. مونيتور معناها شاشة. باسورد من بينها هي كلمة باسورد كلمة المرور. سيلف أكسس سنتر أخذناها بالدرس الأول، مركز التعلم الذاتي. قلت لكم ذني كلمات اللي أخذناها بالدرس الأول مهمات راح تفيدنا بدروس قادمة، راح تفيدنا بهذا التمرين. سوفتوير معناها برامجيات، بعض البرامج المتعلقة بالحاسوب. الآن شو يقول لي؟ يقول لي a good way to learn a language is to write in your فراغ every day. الطريقة الجيدة لتعلم اللغة الإنجليزية هي أن تكتب على فراغ كل يوم. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة learning diary. learning diary معناها مفكرة التعلم. شنو الفكرة؟ يقول لك من الطرق الجيدة لتعلم اللغة الإنجليزية أنه تتعلم الدرس وتكتب بمفكرة أو مذكرة التعلم كل المعلومات اللي تعلمتها من خلال هذا الدرس. My sister is an فراغ، أختي هي فراغ. شنو وظيفتها؟ and she speaks French and Arabic، وتتحدث اللغة الفرنسية والعربية. إذن هي شنو؟ إذن هي مترجمة interpreter and interpreter معناها مترجمة. أختي مترجمة وتتحدث اللغة العربية والفرنسية. إذا لاحظتوا هي الأن أصلا تقريبا حال للفكرة، أن تجي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ألا. I use the CDs in the فراغ،
أنا أستخدم الأقراص في الفراغ when I want to practice saying words عندما أريد أن أتدرب على قول الكلمات الجديدة in English في اللغة الإنجليزية. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة self access center. إحنا أخذنا بالدرس الأول إنه مركز التعلم الذاتي يقدم لك خدمة. شنو هاي الخدمة؟ إنه يعطيك مجموعة من الأقراص فيها محادثات، فيها مقاطع صوتية، تستمع لهذه المقاطع الصوتية على مود تقدر تطور من لغتك الإنجليزية. إذا أقول له self access center، مركز التعلم الذاتي، هاي الجملة اللي راح نستخدمها. There is a lot of فراغ available، هنالك الكثير من الفراغ المتاحة to help you learn English، لكي تساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية on your computer، على حاسوبك. شنو الأشياء اللي نستخدمها بالحاسوب على مود تقدر تخلينا نتعلم اللغة الإنجليزية؟ من الكلمات اللي منطنياهم طبعا كلمة software. software معناها برامجيات. هنالك الكثير من الكلمات أو من البرامجيات المتاحة التي يمكنها أن تعلمك اللغة الإنجليزية عن طريق حاسوبك. If you want to فراغ a book، إذا أردت أن فراغ كتاب. If you want to borrow a book، إذا أردت أن تستعير كتاب. You have to fill out the card، عليك أن تملأ البطاقة، بطاقة الطلب. Don't tell anybody what your فراغ is، لا تخبر أي أحد عن فراغ. Only you should use it، فقط عليك أن تستخدمها. لا تخبر أي أحد بالباسورد، بكلمة المرور، فقط عليك أن تستخدمها بالحاسوب الخاص بك. إذن كلمة مناسبة هي كلمة password. To use the English language game، لكي تستخدم اللغة الإنجليزية، لعبة اللغة الإنجليزية. فراغ، طبعا أكو فارز، انتبه، يعني الجملة الأولى انتهت. فراغ on the icon، طبعا كلمة icon شنو معناها؟ أيقونة. فراغ على الأيقونة that says game، فراغ على الأيقونة التي مكتوب عليها اللعبة. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة click، انطر على الأيقونة المكتوب عليها game. اللي بعدها if the screen is black، إذا كانت الشاشة بيضاء، you need to turn on the فراغ، عليك أن تنقر أو عليك أن تشغل شنو؟ المونيتور، عليك أن تشغل الشاشة مونيتور. هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا، يجي لي مثل ما هو على شكل إسقاطات، أسقط الكلمة أو الفراغ المناسب لها. حاول تحفظون معانا ذني كلمات وتضبطوه، لأن مهم جدا بامتحان الشهر الأول، وامتحان كذلك نصف السنة، وامتحان الفاينل اللي هو نهاية السنة. الآن ننتقل لباقي تمارين كتاب النشاط، كذلك بها مجموعة من التمارين المهمة اللي ممكن تجينا بالامتحان الخاص بالشهر الأول، راح نحل إن شاء الله بالدقائق القادمة. خليكم ويانا الآن مع باقي تمارين كتاب النشاط، واللي بعضها مهم جدا جدا بالامتحان التحريري، مثل تمرين بي. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. مثل ما هو يجيك، يجيك على شكل اختيارات، اختار أو اختار بين صفات، أكو صفة منتهية بـ ing وصفة منتهية بـ ed. شرحنا بالدروس السابقة بشكل مفصل شو وقت استخدم الصفة المنتهية بـ ed، هي الصفة التي تعبر عن شعور الشخص. وش وقت استخدم الصفة المنتهية بـ ing، هي الصفة التي تعبر عن سبب ذلك الشعور. زين استاذ، انا ما قدرت اعرف معاني هاي الكلمات اللي منطيني اياها. انا بوقت اعطيتكم في الطريقة من الممكن ان راح تفيدك بحل هذه الجمل بدون او باختيار الصفة المناسبة بدون الاعتماد على المعنى. شنو هاي الطريقة؟ قلت لكم اذا لقيتوا بعد الفراغ اسم، هسه سواء كان اسم عاقل او غير عاقل، مباشرة اختار ing. لكن اذا ما لقيت اسم، مثلا لقيت فعل، صفة، ظرف الى اخره، ايش راح اسوي؟ راح اروح اشوف الفاعل اللي قبل الفراغ، الفاعل اللي قبل الفراغ. اذا كان عاقل اختار ايدي، واذا كان غير عاقل اختار اي ان جي. هسه راح نحلها من طريقه المعنى ومن بهاي الطريقه اللي انا منطيكم اياها والملاحظات اللي منطيكم اياها على مود نعرف شلون نقدر نجاوب عنها. I read an interesting لو interested article، بمجرد ان لقيت article، article هو المقال، article اسم، فبالتالي شو راح اختار؟ راح اختار الصفة المنتهية بـ ing. بمجرد ان لقيت اسم اختارت الصفة المنتهية بـ ing. نجي على المعنى. انا قرأت مقالا ممتعا او مثيرا للاهتمام، مو يشعر بالاهتمام، المقال ما يشعر بالاهتمام، وانما المقال مثير للاهتمام، تعبر عن سبب ذلك الشعور. الجملة الثانية، my sister is very interesting لو interested in history. شوف هنا طلاب، باوعت ورا الفراغ ايش لقيت؟ لقيت ان، هذه مو اسم وانما شيء اخر،
إذا ما لقيت اسم موجود في الشيء آخر أروح على فاعل أو الفاعل اللي قبل الفراغ اللي يسبق الفراغ. My sister عاقل، إذا إيش راح أختار؟ راح أختار إيدي. إذا لقيت عاقل بداية الجملة إيش راح أختار؟ راح أختار إيدي. My sister is very interested in history. أختي مهتمة جدا في التاريخ. إذا تعبر عن شعور الشخص اهتمام أختي. اللي بعدها they loved the theme park. هم أحبوا المتنزه. They thought that the roller coaster was very exciting. لو excited نفس الطريقة. باوعت ما لقيت شيء وراء الفراغ. باوعت ما لقيت شيء وراء الفراغ. إذن إيش أسوي؟ ننظر إلى فاعل أو الفاعل اللي قبل الفراغ. هسه هذا الفراغ الفاعل اللي قبله the roller coaster. roller coaster اللي هي القطار الدوار. فهنا القطار الدوار عاقل لو غير عاقل؟ أستاذ هذا غير عاقل. إذا غير عاقل إيش راح أختار؟ راح أختار ing. نرجع مرة ثانية. أحببت المتنزه أو هم أحبوا المتنزه. هم اعتقدوا كانوا يعتقدون بأن هذا القطار الدوار was very كان جدا exciting مثير لو يشعر بالإثارة. القطار كان مثير وليس يشعر بالإثارة لأنه شيء غير عاقل. تعبر عن سبب ذلك الشعور. اللي بعدها I am going to London for the first time next week. أنا سوف أذهب إلى لندن للمرة الأولى الأسبوع المقبل. I am very exciting لو excited. ماكو شيء وراء الفراغ. إذا نشوف فاعل الجملة، شنو هو الفاعل الجملة؟ الآي. الآي عاقل، فبالتالي إيش راح أختار؟ راح أختار excited. أنا أشعر بالإثارة جدا. ليش؟ لأني سوف أذهب إلى لندن. الجملة اللي بعدها That was the most boring low board film. إيش لقيت وراء الفراغ؟ لقيت film. film اسم، هسه ما له علاقة اسم عاقل أو غير عاقل. مباشرة إيش راح أختار؟ راح أختار ing. كان فيلما مملا، مو فيلم يشعر بالملل. اللي بعدها the flight took 8 hours. الرحلة الجوية استغرقت 8 ساعات. and I had nothing to read. ولم يكن لدي أي شيء لأقرأه. I was very boring low board. ما لقى شيء وراء الفراغ. ما لقى شيء وراء الفراغ. نشوف عاقل أو غير عاقل. فاعل الجملة، فاعل الجملة عاقل. فبالتالي إذا عاقل إيش راح أختار؟ راح أختار إيدي. I was very bored. كنت أشعر بالملل. مو كنت ممل، وإنما أشعر بالملل. تعبر عن شعوري الشخصي. اللي بعدها The children were very tired. tiring low tired. باوعت وراء الفراغ. وين؟ وين أداة ربط مو اسم. نشوف فاعل الجملة. The children الأطفال. عاقل لو غير عاقل؟ عاقل. إذن إيش أقول؟ أقول tired. الأطفال كانوا تعبانين جدا عندما got back from the beach. عندما عادوا من الشاطئ. إذن هم كانوا تعبانين لأنهم عادوا من الشاطئ وليسوا متعبين، وإنما كانوا تعبانين. The walk was tiring low tired. نفس الفكرة. باوعت وراء الفراغ لقيت because. أداة تعطي السبب مو اسم. شو أسوي؟ أروح على بداية الجملة. The walk المسير. المسير مالتنا كان عاقل أو غير عاقل؟ المسير غير عاقل. فبالتالي إيش راح أختار؟ راح أختار tiring. المسير كان متعب جدا. It was uphill all the way. لقد كان فوق التلال طوال الطريق. إذا كان متعب وليس كان تعبان. يعني المسير مالتنا ما يشعر، ليس شيئا عاقل لكي يشعر، وإنما عبرت عن سبب ذلك الشعور اللي هو الصفة المنتهية بing. أنا حليتكم يا بطريقتين. الطريقة اللي تعتمد على المعنى، الطلاب اللي يقدرون يترجمون الجمل يقدرون يختارون الصفة المناسبة. أما اللي ما عندهم معاني من الممكن أن يعتمدون على هاي الطريقة، تخليهم يختارون الصفة المناسبة بدون الاعتماد على الترجمة. ننتقل إلى تمرين C. كذلك هذا التمرين سجل عليه تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، امتحان نصف السنة، بالامتحان النهائي إلى آخره. شوف هنا شو يقول لي. يقول لي match the words with their synonyms. طابق الكلمات بالمرادفات مالتها اللي تعطي نفس المعنى. طلاب احنا اخذنا هاي الفكرة سابقا وقلنا كلمة wedding معناها زفاف. الكلمة المناسبة او اللي تعطي نفس المعنى شنية؟ كلمة marriage. marriage هم يعني معناها زواج او زفاف. اللي بعدها seat معناها مقعد. خلي اسجل معناها على مود تحفظون معانيهن. seat معناها مقعد. chair معناها كرسي او نفس الشيء هم يعني معناها مقعد. إذا نوصلها بالمرادف مالتها. answer معناها يجيب أو يرد. إذا أكتب يرد أو يجيب. الكلمة المناسبة لها reply. reply هم يعني معناها يرد أو يجيب. إذا نوصلها بالبي. desire معناها رغبة. شنو العبارة المناسبة لها واللي تعطي نفس المعنى؟
وش معناها أمنية أو كذلك معناها رغبة، أوصلها بالحرف A. shut معناها يغلق، نفسيتها كلمة close كذلك معناها يغلق، close معناها يغلق. اللي بعدها ill معناها مريض، أوصلها بسك هم أنا معناها مريض، أوصل الكلمات بالمرادفات أو الكلمات التي تعطي نفس المعنى. استاذ التقلت مهم، من الممكن أن يجيني مثل ما هو على شكل توصيل، وهذا نادرا لأن فتشيك جدا بسيط بالنسبة لطالب رابع إعدادي، أو من الممكن أن يجيب لي بالسؤال الإملاء. شون يعني؟ مثلا يقول لي ال فاصلة سك، طاك مثال قال لك ال هي نفسيتها السك، قال لي زين على سبيل المثال شات فاصلة شنو؟ لازم تنطي المرادف مالتها. إذن هذا التمرين مهم جدا، وسجل وياك ذن كلمات للحفظ إملاء ومعنى، يعني حتى إملاء لازم أحفظهن لأن ممكن يجنب سؤال الإملاء، فأنا لازم أكتب الكلمة من عندي. هذا ما يخص تمرين سي. الآن ننتقل إلى التمرين الآخر اللي هو تمرين دي، نفس الفكرة هم أنا يراجع لي أحد الأزمنة، يقول لي complete the sentences with the correct form of the verb in the brackets، أكمل الجمل الثانية باستخدام الشكل الصحيح للأفعال بين الأقواس. طلاب ركزوا وياي، بعض الجمل تحتوي على جمل بالمضارع البسيط لازم نحلها بالمضارع البسيط، وبعض الجمل تحتوي على أزمنة أو زمن المضارع المستمر. أنا لازم أعرف هذه الجملة شنو الزمن اللي يناسبها، إذا كانت حقائق أو عادات روتينية أو متكررة مضارع بسيط، وإذا كانت تعبر عن تغيرات أو خطط مستقبلية أو أشياء تحدث الآن نعبر عنها باستخدام المضارع المستمر. شريد من عندكم أريدكم تراجعون الموضوع أو توقفون الفيديو تروحون تراجعون الزمن المضارع البسيط والمضارع المستمر، يلا تجون تحلون هذا التمرين. شي يقول؟ يقول our school offer مدرستنا تعرض free drawing courses for the students this month. تستعرض أو تعرض free drawing courses يعني دورات للرسم مجانية for the students this month للطلاب في هذا الشهر. هذه الجملة تعبر عن حدث يحدث الآن، حدث روتيني؟ لا. تعبر عن حقيقة علمية أو حقيقة ثابتة؟ أكيد لا. إذن ما راح أقدر أستخدم المضارع البسيط. خلينا نشوف استخدامات المضارع المستمر. تعبر عن حدث سوف يحدث أو خطط مستقبلية؟ نعم. هو إيش يقول؟ يقول this month في هذا الشهر مدرستنا سوف تعرض أو سوف تعطي دروس مجانية. إذا نستخدم المضارع المستمر، شنو قاعدة المضارع المستمر؟ فاعل اللي هي our school زائدا إما is أو are أو am. السكول مدرسة مفرد أستخدم is، ومن ثم فعل يحمل ing، هذا الأفر أخلي له ing. نأخذ مثال ثاني، راشد always go، دائما راشد يذهب to the self access center. بمجرد أن شفت كلمة always عرفت أن هذه الجملة بالمضارع البسيط لأن هي من دلائل المضارع البسيط. زين، راشد هو الفاعل زائدا فعل أما يحمل أس أو فعل مجرد، راشد مفرد إذن الفعل يأخذ أس، نسميه أس الشخص الثالث. راشد always goes to the self access center إلى نهاية الجملة. The number of Canadians who speak both English and French fall، عدد الطلاب أو عدد الناس أو عدد الكنديين الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية يهبط. هذه تعبر عن حقيقة؟ لا، وإنما تعبر عن تغير. في السابق عدد الكنديين اللي يتحدثون اللغة الإنجليزية كبير، والآن بدأ يهبط، إذن هذا تغير. إذن أستخدم المضارع المستمر، شو تقول؟ The number فاعل مفرد أستخدم وياها is زائدا فعل يحمل ing، الفول اللي منطينيها أخلي له ing is falling يهبط. I learn Hindi because I will visit India next summer. شوف هنا بمجرد أن اللي قلت next summer في الصيف المقبل، هذه خطط مستقبلية. الخطط المستقبلية نعبر عنها باستخدام المضارع المستمر I فاعل زائدا is أو are أو am، الI تأخذ am، ومن ثم فعل يحمل ing learning Hindi، أنا سوف أتعلم اللغة الهندية because I will visit India next summer، لأنني سوف أزور الهند في الصيف المقبل. Arabic raise العربية تتصاعد among spoken languages in the world، أمام اللغات المتحدثة في العالم. هذا يتغير، كان في السابق عدد الناس اللي يتحدثون اللغة العربية قليل، والآن يتصاعد أكثر فأكثر. فإذا أستخدم عنا المضارع المستمر Arabic هي الفاعل زائدا is أو are أو am، Arabic مفرد تأخذ is، ومن ثم raising أستخدم أو أخلي لها ing.
Canada have many large cities. كندا لديها الكثير أو فيها الكثير من المدن الكبيرة. هذه حقيقة، حقيقة ثابتة إنه كندا فيها الكثير من المدن. الحقائق نستخدم عنها أو نعبر عنها باستخدام المضارع البسيط. كندا هي الفاعل زائد أما فعل يحمل أس أو مجرد فاعل مفرد أخلي الفعل أس، الهاب بالنرد أخلي له أس. إيش راح يصير؟ راح يصير هاز شرحناها بشكل مفصل مع موضوع المضارع البسيط والماضي البسيط اللي أخذناها بالدروس السابقة. مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يجيب لي أحد هذه الجمل ويقول لي صحح الفعل، لازم أصححها أما باستخدام المضارع البسيط أو باستخدام المضارع المستمر اللي أخذناها وشرحنا استخداماتها بشكل مفصل بالدروس السابقة. الآن ننتقل لفقرة أخرى من كتاب النشاط اللي هي فقرة التست. طلاب هاي الفكرة أو هذه الفقرة خلوها للطالب يختبر نفسه، يشوف نفسه مضبط المواضيع لما مضبطهن. بعضها ينطيك قطعة وأسئلة متعلقة بالقطعة، بعضها منطين استخدامات كذلك فعل ويطلب من عندنا أطبق عن المضارع البسيط أو المضارع المستمر. نفس الطريقة يراجع مواضيع سابقة وكذلك مع التمرين الأخير راح إن شاء الله نحل هذا الفقرة المتعلقة بالتست بالدقائق القادمة. خليكم ويانا الآن مع الفقرة الأخيرة من الدرس وهي فقرة التست الاختبار. شوف هنا أنا منطيني يقول لي read the questions، اقرأ الأسئلة، then read the topic sentences in the text about Pakistan، ثم اقرأ هذه الجمل عن باكستان، and write the letter the paragraph where do you think you find the answer، ثم اكتب رقم الباراجراف التي هو مقسمها على شكل باراجرافات A B C D، اكتب الباراجراف اللي يجاوب على هذه الأسئلة. طبعا اول شيء بعض الأساتذة يعتبرون هذه القطعة قطعة مطلوبة، وبعض الأساتذة يقول لك فقط القطعة اللي اخذناها من خلال اليونت الاول اللي هي قطعة كندا وقطعة اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لكن بعض الأساتذة يعتبرها كقطعة كتاب. اذا اعتبروها كقطعة كتاب حاول تترجم وياي، تعرف المعلومات المتعلقة بالقطعة ومن ثم راح نجاوب على الأسئلة المتعلقة بها، وإذا ما مطلوب من عندك تقدر تقدم الفيديو، هو مجرد عبارة عن نشاط صفي للقراءة. الآن نبدي بقراءة القطعة. أول شيء يقول لي what natural features does Pakistan have، ما هي المعالم الطبيعية لباكستان. لازم تعرف بيا فقرة يجاوب على هذا السؤال. what does Pakistan grow، ما الذي تزرعه باكستان. which is the largest city in Pakistan، ما هي أكبر مدينة في باكستان. which country does Pakistan border، ما هي الحدود أو ما هي الدول التي تحد باكستان. بالفقرة الأولى شي يقول لي، يقول لي باكستان is a big country in South Asia، باكستان بلد big كبير في جنوب آسيا. وراها it has border، لديها حدود with Afghanistan China إنديا الصين والهند وأفغانستان and إيران. It has an area of 796,095 كيلومتر مربع and a population of 220 مليون أو فاصلة 9 مليون. مساحتها 796,095 كيلومتر مربع والتعداد السكاني 220.9 مليون people شخص. اللي بعدها there are many large cities، هنالك الكثير من المدن الكبيرة in Pakistan في باكستان. the capital العاصمة اسلام اباد is not the largest، عاصمتهم هي اسلام اباد لكنها ليست هي الاكبر او ليست اكبر مدينة في باكستان. it has a population of التعداد السكاني مالتها 1,198,000. the largest city is a business center، the largest city is its business center، المدينة الأكبر هي مركزها التجاري، مركزها المتعلق بالأعمال كراتشي. إذن المدينة الأكبر لهم هي مدينة كراتشي، which has a population واللي تعدادها السكاني حوالي 16,840,000. اللي بعدها the land is very different from the one area of the country to another، الأراضي مال باكستان مختلفة أو مختلفة من منطقة إلى منطقة أخرى. In some areas في بعض المناطق there are lakes، هنالك بحيرات valleys وديان. other areas وفي مناطق أخرى are mountains، هي عبارة عن جبال. إذن بعضها وديان بعضها سهول بعضها بحيرات وبعضها جبال. one of the highest most famous
mountains, واحدة من أكثر الجبال شهرة is أو علوا وشهرة is in the world في العالم K2 هو اسمه K2 in Pakistan. The Indus River, أما نهر الإندس is very important for the country, a country's economy. أما هذا النهر هو مهم جدا للاقتصاد المتعلق بباكستان. And most people live near it. ومعظم الناس يسكنون بالقرب منه. نعرف إنه البلد إذا بي نهر هذا النهر مهم جدا للناس على مود يسكنون يعتبره مصدر رئيسي للمياه. باكستان economy includes different types of industry and agriculture. الاقتصاد المتعلق بباكستان مختلف أو متنوع بين الاندستري الصناعة والأجريكولتشر الزراعة. It makes clothes, تصنع باكستان الملابس, and construction materials, ومواد التصنيع. It also grows cotton, وكذلك تصنع القطن أو عفوا تزرع القطن, and rice, والرز. The currency, أما العملة of Pakistan, عملة باكستان is the Pakistani rupee, هي الروبية الباكستانية. عندنا الروبية الهندية والروبية الباكستانية, هم يستخدمون عملة الروبية الباكستانية. الآن نجي نحاول نحل هذا التمرين ونحاول نجاوب على هذه الأسئلة بطريقنا. خاف يطلبها من عندكم الأستاذ هذه القطعة كقطعة مطلوبة من امتحان التحريري. نحاول نحفظ الأسئلة والأجوبة المتعلقة بها. What natural features does Pakistan have? المناطق الطبيعية أو المميزات الطبيعية بباكستان. بيا مقطع نص لقينا أنه بالفقرة الثالثة يقول أكو بحيرات, أكو وديان, أكو جبال. إذن هذه هي المميزات الطبيعية. إذن بيا حرف بحرف أو بيا فقرة بالفقرة C. What does Pakistan grow? ما الذي تزرعه باكستان؟ كذلك وجدناها بالفقرة D, قلنا أنه تزرع القطن cotton and rice بالفقرة D. إذن أوصلها بالفقرة D. أما الثالثة Which is the largest city in Pakistan? ما هي أكبر مدينة في باكستان؟ ذكرناها اسمها كراتشي, فأوصلها بالفقرة B. الإجابة مالتها بالفقرة B. أما Which countries does Pakistan border? ما هي الحدود مع أو الدول التي تحد باكستان؟ قلنا تشاينا, إنديا, موجودة بالفقرة A. الآن نجي نحاول نحل هاي الأسئلة. خاف يطلبها من عند الأستاذ كقطعة مطلوبة. What natural features does Pakistan have? شنو هي المناظر الطبيعية أو المميزات الطبيعية؟ قلنا أكو lakes, بحيرات, mountains, mountains معناها جبال, بعد valleys, وديان, إلى آخره. بعد What does Pakistan grow? ما الذي تزرعه باكستان؟ قلنا cotton, القطن, and rice, والرز. واللي بعدها Which is the largest city in Pakistan? أكبر مدينة في باكستان هي كراتشي. اللي بعدها Which countries does Pakistan border? ما الدول التي تحد باكستان؟ قلنا إيران, تشاينا, إنديا, إلى آخره. تكتب الدول اللي تحد باكستان, أفغانستان, تشاينا, إيران, إنديا, إلى آخره. هذا ما يخص القطعة اللي موجودة بالفقرة المخصصة بالتست, تمرين رقم أي أو تمرين أي, والقطعة وحلينا الأسئلة المتعلقة بها. مثل ما وضحت لكم أنت تسأل الأستاذ مالتك, أستاذ هذه القطعة مطلوبة؟ إذا طلبها من عندك حاول تحفظ هذه الأسئلة, وإذا ما مطلوبة من عندك فهي مجرد قطعة لتطوير مهارة القراءة لدى الطلاب, غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما تمرين سي, هذا التمرين كذلك تمرين بعض الشيء مهم, لأن هم شيء يقول لي complete the sentences with the verbs and the brackets in the correct form, أكمل الجمل بالشكل الصحيح للأفعال بين الأقواس. طبعا أنا شلون أحل هذه الأفعال بين الأقواس؟ لازم أعرف استخدامات المضارع البسيط والمضارع المستمر. خلينا نجي نشوف. I go, أنا أذهب to language school, إلى مدرسة تعلم لغة. هذه حقيقة ثابتة, أنا أذهب لمركز تعلم لغة. إذن أستخدم المضارع البسيط. زين, المضارع البسيط شو تقول قاعدته؟ فاعل, شنو الفاعل؟ I, زائدا فعل, شنو؟ فعل مجرد أو فعل يحمل S. الآي تأخذ فعل مجرد. I go to the language school, أنا أذهب إلى مدرسة تعلم لغة. The number of students at my school, عدد الطلاب أو عدد الطلاب في مدرستي raise, يتصاعد. بما أنه أنا بديت أعبر عن عدد الطلاب اللي يتصاعد يتنازل, هذا تغيرات, إذن أعبر عنها باستخدام المضارع المستمر. number مفرد أخلي له is ومن ثم فعل يحمل ing, raising, عدد الطلاب يتصاعد. most of my friends are studying Spanish, معظم أصدقائي يدرسون اللغة الإسبانية. but the number of people studying Arabic,
لكن عدد الناس الذين يدرسون اللغة العربية ايش كاتب لي؟ جواب يتصاعد. إذن هذا هم تعبير عن تغيرات. إذن أقول له is ومن ثم الفعل يحمل ing نعبر عنه باستخدام المضارع المستمر is going up. اللي بعدها I want to be an interpreter. أنا أريد أن أصبح مترجمة. هذا حقيقة ثابتة، رغباتي، الأشياء اللي أنا أريد أسويها حقائق ثابتة. إذن أعبر عنها باستخدام المضارع البسيط. فالمضارع البسيط شو تقول قاعدته؟ فاعل اللي هو I زادا أما فعل يحمل S أو فعل مجرد. الآي تأخذ فعل مجرد. I want to be an interpreter. أنا أريد أن أصبح مترجمة. So I am learning French and Arabic. لذلك أنا أدرس اللغة الفرنسية واللغة العربية. Arabic is difficult. اللغة العربية متصعبة. But I go for all to self access center. لكنني أذهب إلى مركز التعلم الذاتي every day كل يوم. كلمة every تحل المشكلة. دليل مضارع بسيط. فبالتالي الفاعل I ومن ثم ما فعل يحمل S أو فعل مجرد. الآي تأخذ فعل مجرد. عبرت عنه باستخدام المضارع البسيط. أنا أذهب إلى مركز التعلم الذاتي كل يوم. شوفوا الذهاب لمركز التعلم الذاتي من الأشياء الروتينية، فبالتالي عبر عنه باستخدام المضارع البسيط. And my Arabic ولغتي العربية gets better تتحسن. بهاي الفترة أنا كل ما دا أروح لمركز التعلم الذاتي لغتي العربية تتحسن. إذن هذا تغير. إذن استخدم للتعبير عن التغيرات شنو؟ المضارع المستمر. My Arabic لغتي العربية مفرد أخلي is ومن ثم الفعل أخلي له ing is getting better تتحسن بشكل أفضل. هذا ما يخص الفقرة الأولى. الفقرة الثانية نفس الطريقة. قال لي I am learning English because I want to be an English teacher. شوفوا طلاب، بعض الطلاب يقول أستاذ طه أخطأ قبل شوية لما قال أنا أريد، لازم أستخدم مثلا، واحد يقول لي أريد أستخدم المضارع المستمر لأن هذا شيء مستقبلي، خطط مستقبلية. وشوفوا هنا أنا مرة ثانية عبر لي عنه باستخدام المضارع البسيط. أنا أريد فاعل زاد فعل مجرد. فاعل زاد الفعل مجرد يعني شنو؟ يعني مضارع بسيط. إذن الرغبات أو الشيء اللي أريد أسويه اللي أريد أكون عليه بالمستقبل، هذا شيء يعبر عن حقيقة عني شخصيا. أنا أريد أن أصبح English teacher مدرس لغة إنجليزية. The number of language teachers عدد مدرسين اللغة fall يهبط. إذن هذا بما أنه ده يقول عن عدد المدرسين يهبط، إذن هذا اللي يعبر عن تغير. مضارع مستمر ده نمبر خذناها قلنا فاعل عبارة عن مفرد أخلي له is ومن ثم الفعل fall أخلي له ing is falling because it's not an easy job لأنها ليست وظيفة سهلة. But I think لكنني أعتقد it's be for an important job إنها فراغ وظيفة مهمة. شوفوا طلاب، هذه الوظيفة اللي هي وظيفة المترجم الحقيقة ثابتة أنه هي وظيفة مهمة بالنسبة للمجتمع. بما أنه حقيقة أستخدم عنها المضارع البسيط. هسه طالب شي يقول لي؟ يقول لي عبارة عن فاعل زائدا أما فعل يحمل أس أو مجرد. الإت تأخذ أس، إذن أخلي بي وأخلي لها أس. هذا الكلام خاطئ. إذا تذكرون إحنا أخذنا ملاحظة أنه البي إذا صادفتني بجملة المضارع البسيط تتحول إلى إز أو آر أو آم. إذن الحل الأمثل الإت تأخذ إز. I think it is an important job. أعتقد بأنها وظيفة مهمة. وظيفة المترجم وظيفة مهمة، هذه حقيقة ثابتة. To improve my English لكي أطور لغة الإنجليزية. I watch films every. شوف اللي get every مضارع بسيط. إذن I watch تبقى على حالها فعل مجرد لأن عبارة عن فاعل زائدا أما فعل يحمل S أو مجرد. الآي تأخذ فعل مجرد المضارع البسيط. فأنا أشاهد الأفلام باللغة الإنجليزية كل أسبوع and speak وأتحدث English with my friends وأتحدث باللغة الإنجليزية. كذلك الآي فاعل والفعل لازم يكون فعل مجرد خالي من أي إضافة. استخدمت المضارع البسيط بالتعبير عنه. هذا التمرين همنا بعض الشيء مهم. من الممكن أن يجيب لك أحد هذه الجمل ويطلب من عندك أنك تصحح الفعل. لازم تعرف أنه هذه الجملة مناسبة لزمن المضارع البسيط اللي يستخدم للتعبير عن أحداث روتينية أو حقائق، لو مضارع مستمر اللي يستخدم للتعبير عن تغيرات أحداث تحدث الآن أو خطط مستقبلية. عبر عنه باستخدام الزمن المناسب إلى مثل ما وضحنا بالدرس بالدروس السابقة أنه بالرابع الإعدادي صعب أنه يجيب لك جملة ويخلي لك بها دليل، لأن أنت
لان انت بعد عبرت هاي المرحله مال انه يخلي لك ظرف او دليل وتمشي على الظرف او الدليل. غالبا راح يجيب لك بالامتحان جمله لازم من خلال سياق الجمله تعرف ان هذه الجمله مضارع بسيط او مضارع مستمر. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا انه درس مهم جدا غني بالمعلومات وبكثير من التمارين المهمه. كل هاي التمارين اللي ممكن تجيك من الامتحان اما بسؤال المفردات، سؤال الاملاء، سؤال القواعد، كل واحد اخذناه بالطريقه اللي ممكن تجينا بالامتحان. حاولوا تسجلون هاي الحلول امامكم بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده في الفيديو في الوصف.